عن جد مو معقول. هلا ما عم تحسي انه الصوص عم يتوزع جوات امك والمكونات عم تقرمش قرمشه بكل لقمه عم تاكليها؟ اوه شوفي هلا هي طابخينها بدرجه عاليه، وكمان الاشقوان احترق شوي بالفرن، هلا حسيت بطعمته. شوفي هلا هي بطريقه على معدتي، وصلت على معدتي. هلا حسيت بطعمته، هلا حسيت الاشقوان المحروق. ما هي هلا الاشقوان احترق؟ ايه انتبه المره الجايه. هلا مو صعب تحضري البيتزا من غير ما تدوقي طعمتها بنو؟ صعب بس ما انه مستحيل، قدر يكون مهووسه بهالفطيره، تعودت على هالشي. شو هالقصه هي؟ يعني عم تقولي انه القمح والشعير والجودار والشوفان ما رح يكونوا موجودين بحياتي ولا باي طريقه؟ كثير صعب عن جد، ما بعرف مثلا اني ما اقدر اكل بيتزا هلا، عقوبه كبيره. انت فكر بهالشكل، وقت اكله رح يكون هاد اجمل شي بالعالم، رح تزيد قيمته كمان. يعني قصدك رح تاكلي اذا حبيتي؟ باكل بس بياخذوني اسعاف. عندي شغف كبير بالبيتزا، وانا كمان اخذوني اسعاف اكثر من مره، بس هذا لاني اكلت كثير منها. بصراحه بقدر جازف بالروحه على المشفى مره بالسنه، بتعرف هالشي؟ معناتها تسمحي لي اخذك على المشفى شي يوم؟ إلي الشرف، بس رح تطلب بيتزا بأربع أنواع جبنة، ما بقبل أقل من هيك. أوه، اختيار ظريف. طيب، شو نوع العصير اللي بيعجبك؟ كسرت الصحن، بس المهم البيتزا بقيت منيحة ما فيها مشكلة. وين كنا؟ يعني رح نزبطها ما؟ منزبطها. شو استاذ كيف لقيتها؟ إذا رافقتنا رح علمك شلون تقدر تعملها. سليمان يا ريتك تبقى شوي كمان، كنا عطيناك كتير دروس مهمة بالحياة مثل هاد. جانتان بيك مرحبا، كيفك؟ منيح. شكلك ما عرفني ما هيك؟ يعني تذكرت وما تذكرت، ما بعرف بالضبط. عقلي ما عم يجمع، آسف ما عرفتك. أنا بكون إبرو من صالون التجميل، أنت حكيت معي من قبل مشان التعليم بالندوة. مزبوط مزبوط، يعني بتعرفي ندوات كتير ومحاضرات كتير كمان، كتير معجوقين. طبعاً مو سهل يصير الواحد جانتين هازندار. مانو سهل؟ أكيد مانو سهل، يعني ندوات ومؤتمرات. معناتها منلتقى بالمركز؟ ممكن ممكن أكيد طبعاً. إيه يعني أول ما حل قصة المؤتمرات والندوات أكيد. عن إذنكم. هالزلمة بالضبط نسخة عنك. لا عن جد مو معقول، لك هذا أنا فعلاً. هلأ بتذكر بابا طلع لبرا البلد فترة، يعني ما في تفسير تاني لهالشي تماماً. حطوا ورقة كربون فوق خريطة موروثاتي ونسخوني، يعني مستحيل يكون غير هيك. هذا أنا. إذا خلصت إثباتاتك العلمية خلينا ما نترك جماعة صالون التجميل ينتظروا أكثر جانتان بيك. معك حق سيسيلي. بس شو رح نعمل بسليمان؟ باريش رفيقي، كل أغراضه هون. سلو صار بأمانتك، بشوفك. أنا باريش. حلو هالشب. بيشبهك أكتر من حالك كمان. ايه عن جد بابا، عن جد بابا زلمة مليان بالأسرار. أهلا وسهلا أستاذ. مرحبا، أهلا فيكي ست إبرو. ممكن نبلش إذا كنت جاهز؟ طبعا رح نبلش، أصلا غلط نتأخر ما هيك؟ تفضلوا لو سمحتم. ايه
ستات، طبعاً قبل كل شيء لازم نعرف نحن ليش موجودين هون، ما هيك؟ قالوا لي لشوف، أنتوا ليش اجيتوا لهون؟ مشان نصير حلوين. حلو، الجواب يلي توقعته. خلينا نطبق للمدام صورة مزدوجة، لأنه مو بيكون في صور قبل وبعد، بدي أعمل منها مشان تشوفوا الفرق. مع أنه إذا عملنا لها صورة قبل وبعد ما رح تنفض. طيب، وهلأ شو رح نعمل؟ خلينا نشوف. أوكي. شو رح نعمل بالأول آن سيسيلين؟ أعطيني قطنة لو سمحتي. شكرا. وهلأ رح نلفها بطريقة حلوة، وهلأ لقسم منكن رح نطبق شاش، واللي عمره كبير رح نحط قطن. ليش ما عم تضحكوا؟ يمكن لأنهم كبار بالعمر ما عم يفهموا المزحة. أستاذ، ممكن تشرح لنا العملية شفهي كمان؟ أكيد، بحط القطن على أنفك بهالشكل الحلو مشان ما نتعرض للهيدروجين الكثيف، ما هيك؟ هذا كتير مهم لجلدنا. من أنا طلعت بالهيدروجين. شو لازم أعمل أستاذ؟ أنت هلأ بس تنفسي. يعني اللي بقصده يا حلوين، مثل ما بتعرفوا الجو صار ملوث بالفترة الأخيرة وجلدنا ما عم يقدر يتنفس، لهيك بيتحول فجأة لصحراء أريزونا. وعلى ذكر أريزونا، في نفس المشكلة بهوليود. بتعرفوا لمين عملت عملية بهوليود؟ لمين؟ معقول تسأليني هيك سؤال؟ شو هالجرأة هي؟ سقراط استحى يسأل هيك سؤال. طيب، رح أقول أول حرف من اسمها لكان. كيت أبتون. كيت أبتون مشهورة بصدرة، وما رح تصدقوا، كانت قبل هالشي بتشبه محمود ابن جيراننا، ما بتفرق عنه، وهلأ أنتوا بتعرفوها. إذا حبت هلأ بتقدر تمشي على صدرة، ما بتتخيلوا. طيب ماشي. تفضل أستاذ، راحت من هاي كمية. ماشي تمام، بكفي 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 يا أنسي. خلينا نضيف له شوية مسحوق غسيل. رح ضيف، مزبوط اللي عم تحكي. كيف صار أستاذ؟ مثل ما قلت لك، أهم شيء تبعدي فترة عن اليورانيوم، وما رح تلعبي التنس لمدة أسبوع، تمام؟ وكمان ما لازم نحط راسنا بالميكروويف هاي الفترة. تمام أستاذ. ليكي هالمكان صار صغير صح؟ حلو حلو، لأنه حطينا له شوية مسحوق غسيل مشان هيك. إيه صح. كيف يعني الأستاذ جانتين مريض؟ مين هاد اللي هون لكان؟ عن جد أنا كتير تعبان، وشكلي آخذ برضو لازم فوت على الحمام. هذا كل شيء يا ستات، لا تنسوا شو قلت لكم.